ماشي، السلام عليكم حبايبي. بصوا يا جماعه، دلوقتي في مشكله مع كل الناس في ان هم يعملوا الكويز من على الموبايل. احنا قلنا ان التطبيق بتاع الموبايل ما بيعملش كويز. عشان انا اعمل الكويز بقى على الموبايل، يبقى انا هدخل عن طريق المتصفح. هندخل في المتصفح ونكتب اللي هو الحساب بتاع ايه، هنكتب كلمه ادمودو. اول ما هدخل اول اختيار هيطلع لي، هدوس عليه هيوديني على الصفحه دي. هعمل له لوج ان، انا هعمل اللوج ان بالحساب بتاع جوجل بتاعي. ماشي، وهدخل عليه. ماشي كده، بيدخلني على الايه، على الصفحة بتاعتي. ماشي، هختار الكلاسز بتوعي وهحدد الفصل اللي انا عايز اعمله الايه، الاختبار. ماشي، انا مثلا عايز اعمل الاختبار لفصل نيو هالا. ماشي، الصفحة دي دلوقتي هي زي صفحة الكمبيوتر. هدوس على العلامة الزرقاء دي وهعمل اهو انشاء. في عندك انشاء واجب، في تحميل واجب موجود، في انشاء اختبار قصير. وناخد بالنا ان الواجب غير الاختبار. هدوس على انتشاء، على اللي هو انشاء ايه، اختبار. خلاص، هيوديني على الصفحة ديت. ده هيبقى زي الكمبيوتر بالظبط. دلوقتي دي تفاصيل الايه، تفاصيل الاختبار. هنكتب هنا مثلا اي حاجة، مثلا هكتب مثلا هكتب مثلا اي حاجة، هكتب يونت 1. خلاص، التعليمات هقول له مثلا ايه، انسر. انتوا طبعا هتكتبوا اللي انتوا عايزين تكتبوه، انا بس بكتب لكم حاجة مختصرة عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. خلاص، بعد كده هدخل على الايه، الاسئلة. هنيجي نقط، اول حاجة هنختار مثلا من متعدد، هنقول له من مثلا من يكون عالي مثلا، اي حاجة، انا بكتب اي حاجة. ماشي، هحط الردود مثلا اهوت، مثلا طالب، مثلا مدرس، عمي، وهحدد الاجابة الصح منهم. مثلا الاجابة مثلا هي مدرس. خلاص كده، بعد كده هقوم عامله له ايه، اضافة سؤال. ماشي، هيضيف لي نوع سؤال ايه، سؤال جديد. هو طبعا دلوقتي بيعمل لي حفظ للتغييرات. اول ما اضيف سؤال جديد هيطلع لي ايه، السؤال رقم 2. انا فوق عملت اختيار من متعدد، صح؟ هنعمل نوع تاني من الاسئلة. هدوس على السهم دوت، هيقول لي مثلا اعمل لي صح وغلط. هقول مثلا علي مدرس غير قدير، وهاجي من تحت هقول ان دي العبارة دي خطأ. لازم احط له الاجابات، لازم احط الايه، الاجابات. ده على صفحتي انا، لكن طبعا اللي هيظهر للطالب غير، من غير اجابات. بعد كده هقوم عاملة اضافة سؤال، هو طبعا برضو بيعمل لي حفظ التغييرات. خلاص، هعمل اضافة سؤال جديد. المرة دي هختار نوع تاني، هعمل إجابة قصيرة. هقول مثلا من يكون علي، أو هقول مثلا هل علي يساعد تلاميذه؟ ماشي، وهنا ما بيبقاش فيها إجابة، لأن ده بيبقى الموجود المفروض للإيه، المدرس هو اللي بيصححه. خلاص، هعمل إضافة سؤال جديد برضه، هو بيحفظ لي التغييرات. هشوف أنا بقى هنا واطي إيه المرة دي. أنا كده خدت صح وخطأ، خدت اختيار من متعدد، خدت إجابة قصيرة. هاخد إملاء الفراغات، هنقول مثلا علي يساعد، وبعدين هنيجي نحط الفراغ، ودايما الفراغ هنحط له اللي هي الاندر سكور، مش هنحط اللي هي العلامة اللي فوق، انا هحط الاندر سكور. خلاص كده اهوت، هيقول لي ان هو لو ما حطيتش الاندر سكور مش هيظهر لي المربع اللي فيه ادخل الاجابة ده.
خلاص هتخرجي، هنيجي نقط هنحط هنا نقط الإجابة، هنحط مثلا الإجابة تلاميذه. خلاص بعد كده هعمل إضافة سؤال جديد. كده انا عملت ايه؟ فاضل لي مطابقة، والمطابقة ده اللي هو الايه، اللي هو التوصيل. فهنا اهوت هنقول مثلا اول واحد هنقول علي، وهنيجي في الجزء اللي جاي قدام على طول هنكتب الايه، الماتش بتاعها. فهنقول ان علي مدرس قدير. هنيجي في اللي تحتي هنقول مثلا علي يساعد، وهاجي انا واحط له تلاميذه. هقول مثلا ايه، التلاميذ يحبونا، هنحط هنا مثلا علي. هو بقى لما يصمم الامتحان هيعمل ماتش للايه، هيلخبط الاجابات دهيت كلها. خلاص كده خلصته، هعمل له اضافة سؤال جديد. خلاص اخر نوع من الاسئله عندي اللي هو الاجابات المتعدده، والاجابات المتعدده ده يعني بيديني اجابتين صح للايه، للسؤال. طيب اول حاجه هنقول ايه نص السؤال، هنقول له ايه، اختار الاجابات الصحيحه. خلاص هحط له هنا هو مثلا علي مدرس قدير، هحط له في التانية علي لا يساعد التلاميذ، هحط له في التالت علي يساعد التلاميذ، وهحدد له مين الاجابات الصح. فانا عندي الاجابه دي والاولى هما الصح، فانا حددت له كده. خلاص انا خلصت كل انواع الاسئله. خلاص هستنى لغايه اما بيحفظ التغييرات وهعمل له ايه، هعمل له تعيين. استنى بس لما ايه تتحول للعلامه. خلاص هدوس على كلمه ايه، تعيين. هو بيقول لي هنا يوجد اخطاء في هذا الاختبار لابد من تصحيحها في السؤال الخامس. هنشوف السؤال الخامس ده فيه ايه. اه ما حطيناش نص السؤال. طيب هنحط اللي هو ايه، هنحط هنا في الايه، في نص السؤال اللي هو ايه، صل. خلاص وكده هعمل له ايه، هعمل له تعيين. يعني لو في اي خطأ في الامتحان بيرجعني على طول. خلاص هدوس له كده ايه، تعيين. خلاص هو دلوقتي بيقول لي انت عايز هتعينه خلاص لفصل نيو هالو اللي انا دخلت منه. هعمل له ديو امتى، ماشي، هعمل له في اي يوم، الساعة زي ما هو عاملها لي. هعمل له لوك بعد الامتحان، يعني اي حد بعد الميعاد ده مش هيعرف يدخل. مدة الامتحان مثلا زي ما انا عايزة احطها، ممكن احطها مثلا 20 دقيقة او 10 دقايق. ماشي، وتقريبا عايزها بالانجلش. خلاص بيقول لي راندمايز كويستشن، يعني الخبط الاسئله ولا اسيبهم بنفس الترتيب. عايز تلخبطهم هتعمل تشيك، مش عايز تلخبطهم تسيبهم نفس الترتيب. هنا بيقول لك اضافه لدفتر الدرجات، اه هضيفهم لدفتر الدرجات. عرض النتائج للطلبه، لا مش هعرضها لان انا في اسئله لسه هصححها كده. خلاص لو انا عايزه ابعت الامتحان ده دلوقتي
هعمل له تعيين الان، لو انا عايزه اعمل له جدوله وابعته في وقت تاني هحدد الوقت اللي انا هبعته له. بس انا لو عملت جدوله مش هيظهر في الفصل دلوقتي، هيظهر في الفصل في الميعاد اللي انا محدده. لو انا عملت له تعيين دلوقتي ورحت للفصل هلاقي الامتحان ايه موجود. طبعا بنستناه لغايه ما يخلص ايه تحميل. اتمنى يكون ان الموضوع واضح بالنسبه لكم، لان التطبيق ما فيهوش الامكانيه ان انا اعمل عليه امتحان. ودلوقتي يا جماعه في حاجات انا مشاركاها معاكم، الحاجات اللي انا مشاركاها معاكم ودلوقتي مش عايز يخرج. ماشي هشوف التاني، نرجع نروح للفصل الفصل. عاملين معلش مش عاملين في ده، هو الامتحان النت تقيل محملوش كويس، بس دي الطريقة اللي احنا هنحمل بيها الايه، هنحمل بيها الامتحان. دلوقتي انا في حاجات اللي انا مشاركاها معاكم في الجروب، لو انتوا دخلتوا من هو على المجلدات معلش انا هخرج من الجوجل وهدخل لكم على التطبيق. في هنا في التطبيق ده الفصل بتاعنا، الجروب قصدي سوري الجروب بتاعنا، لو انا دخلت نوت هندخل على الجروبات ماشي، وهندخل على الجروب بتاع المدرسه بتاع التدريب. دلوقتي في جنب البوستس في حاجه هنا اسمها الفولدرز، الفولدرز دي فيها سيفد ايتمز وفيها ماي ريسورسز، لو انا دخلت عليهم دي الريسورسز اللي انا عامله مشاركه فيها معاكم ماشي. انا عامله هنا في اختبار انجليزي مثلا، لو انتوا عايزين بتعملوا برضو من داخل المكتبه، عملتوا في حد عمل امتحان وعايز يعمل مشاركه مع فصل التدريب بيجي عليه بياخده كوبي منه ويحطه في الماي ريسورسز ويعمل مشاركه لماي ريسورسز مع فصل التدريب. هتلاقي هنا في برضو سيفد ايتمز، في نسخه من اختبار، في صور ماشي. فدي الطريقة اللي انا بعمل بيها الامتحان من على الموبايل، وشكرا لكم.